برانس دوغال راه باشي اي حاجه كارو كنسميوها برانس دوغال باش تكون في العلم ديال الزبناء ديالنا. هذا برانس دوغال لونجلتير. راه كاين الكارو ب 40 درهم 20 درهم للمترو. ديك السلعه حتى هي عندنا ما كنبغوش نوصفو بها اليوتيوب فهمتي. يعني هذوك كاينين مواليها كنبيعوها في الخفاء، ولكن اللي بغاها مرحبا والف مرحبا، كنبيعوها بالكيلو بالمترو باش ما بغيتو ما كاينش مشكل. هاد برانس دوغال هذا ديال لونجلتير اوريجينال، لا طومبي ديالو راه شفتوها كيفاش دايره، كلهم لا طومبي وحده، شكيلات متبدلين. هاد الارتيكل هذا راه فيه لون واحد، هاد الارتيكل هذا فيه لون واحد، هاد الارتيكل هذا فيه لون واحد، يعني ما كيكونوش مسيرين. هادي السلعه ديال المعرض، يعني لو غيست الريستو كما كيقولوا اللغه ديال الحريفيه، هذا الريستو. كونوا على يقين كتاخذوا السلعه ديال اوروبا باش الشينوا. هذه الضمانه والشهاده ديال روميسا، يعني نتوما راه بحال مقلديننا، نتوما راك عائله ديالنا، حنا راه ما نغشوكمش. اليابان راه ماشي هي اليمن اختي، راه كاين الفرق كبير. دابا هذاك برانس دوغال وهذا راه كاشمير بايبي، يعني فيه شويه ديال الصقل اللي راه هذا ايوا هكا هذا. ودابا يلا هاو الثاني، يلا باقي ما ساليناش. يلا السلام عليكم، هانا عاوتاني. هذا الشوفغو اون كافيار، يعني ان ميلونج ديال جوجنا الشوفغو سامبل مع الكافيار، ولدو لينا هاد لاراس هادي. هاي قرب معايا باش نشرح ليهم اكثر. هاد النقيطات هادو راه خدتهم كاينين هنا، يعني نفس الوجه، الخياط يغمض عينو ويفسر بحال هاد الوجه، بحال هاد الوجه هذا. هذا الثمن ديالو 450 درهم. هادو هما اللوينات ديالو، رقم واحد، رقم جوج. راه هاد الشوفغو هذا اوريجينال ديال الانجليز، ولا بغيتو الشوفغو ديال كنبيعوه لصحاب البيجامات والكوستيمات، راه كاين عندنا ب 40 درهم الميترو. يا بغيتو حتى هذاك راه غادي نصوره لكم ان شاء الله بالنسبه للناس العشاق ديال الرومي. هما هذا الشوفغو ديال العشاقه، يعني اوريجينال كما كتشوفوا معايا، الشوفغو مقوم باش جوج بياسات ولا ثلاثه، انا باش تعرف كومون مسيريا. ها كنمشيوش نطلبوا الكوبونات، السلعه ديالنا والحمد لله موجوده، محل محلكم نتوما، ما عليكم غير بالجيم والبارطاج، ما تبخلوش عليا. قداش ما جمجمتوني كثر غادي نصور لكم فيديوهات كثر. شوف ليا يا عماد، هادي عندك شي تغلط لكم مع هذا الكافيار ولا هذا الكافيار؟ الكافيار فيه وفيه، يعني هذا شوفغو افيك كافيار. وباش يتويد، بزاف ديال الناس كيقولوا لهم تويد مساكن باقي ما عارفينش، هذا راه شوفغو، هذا شوفغو اوريجينال ديال لونجلتير 450 درهم. هاد البياسات هادو مخلطين، كاين شوفغو سامبل بحال هكا، يعني راه ما فيهش نقيطات باللون، وكاين شوفغو ميلونج افيك الكافيار. وهذا الناس ديال العشاقه، الناس ديال لاكلاس، الناس اللي كيفهموا في التوب، هذا حتى هو شوفغو. شوفغو هذا راه فيه واحد الخط احمر وخط خضر دايز لتحت، راه عارفين الفيديو راه ما كيبينش الحقيقه ديال التوب، كتبان لك. هاهو جيم والبارطاج، زعزعوا لي هاد الفيديو شي قداش ما تشاف هاد الفيديو كثار، وعمت الفائده على الناس مزيانه. راه بحال هكا هادي راه صدقه جاريه، يعني بزاف ديال الناس كيتقاربوا مساكن في التوب، كيجيبوا لهم ديال الكيلو من السوق درميله و بلايص خير، لا داعي لديك ديك الاسماء، وكيقولوا لهم ها هو بحال اللي عند رميساء غير ب 200 درهم. هو في الاصل كيدير غير 20 درهم الكيلو، يعني الكيلو فيه كوبو، يعني 20 درهم الكوبو جميترونز. هادشي كامل كنقول لكم بارطاج باش تستهلك بلا ما تهلك. ويلا معايا عاوتاني الموديل واحد اخر، هادي واحد الكاشمير العالمي هادي عاوتاني ديال الطاليان صبن ورد، فيها اكثر من 30 لون، ما بغيناش نديرو لكم الوانات كاملين، غادي تلفوا، يعني كل مره غادي نصورو لكم طايه قليله وقليله بزاف، ملسه بحال الكريم، طايحه صبن ورد. ما بقاش ندوي على التوب بزاف صراحه، حيت التوب ديالنا شاكر راسه ولله الحمد، يعني انا كنوريكم لا طومبي ديالو باش تخلي راسك لابسه، واللوينات ديالو ها هما اللوينات العالمي. بدا معايا خويا، هاك خويا عبد الرحيم، ها هما اللوينات ديالو، كري سكريني الرقم وصيفطي.
سمحوا لنا بزاف والله ما عندنا العصا ديال سيدنا سليمان عرضي وكل شيء يعني ضروري الكليان بزاف ديال الكليان كيتقلق علينا ولكن نظرا للضغط الكبير اللي كان على الطاقم ديال اتوبروميسا هذاك علاش رازلنا واحد النمره جديده يعني واحد لاعب جديد واحد ياكل عليه سي امين هاد القهوه تحت صندوق الوصف مع البنات يعني حتى هو خليه يعاون شويه ديال الطاقم يعني راه كيكون عليهم ضغط رهيب نخفوا عليهم شويه ديال الضغط زدنا كل نمره واحده اخرى ولا اضطر الامر نزيدوا 10 نوامر 20 30 40 غير بقاو لينا على خاطركم حنا عندنا ربح نتوما تكونوا راضيين علينا وجمجموني وبارطاجيوني وزعزعوا لي هذا الفيديو هذا بلي جيم والبارطاج باش نصور لكم مازال هذا الشيء راه ما شفتوا حتى شي حاجه يعني يلا قليل من الكثير ديال اتواب رميساء يعني الشيء هذا راه 1% من التويبات اللي عندنا يعني شجعوني وبارطاجيو وخليو لي لي كومونتير ولا يرحم بالوالدين حتى شي واحد الا خدات شي تو من عندنا تقول لنا كيفاش صدق ليها واش وصلت السلعه هي هذه تخلينا الراي ديالك راه كيهمك بزاف تفشش علينا كيما بغيتي اختي شي مشكل تفضل السي العلابي لولي من السيت فلول سكرين النميره وصيفطيها راه 9 ديال النوامر تحت صندوق الوصف يعني راه زدنا نمره واحده اخرى باش يخفف الدرك على الطاقم الاخر مهاجم جديد مهاجم جديد كريستيانو ياك انا كريستيانو سميتو شي راه ما كيزقلش يعني ما عليك تصيفط لي في البلاصه يجاوبك في البلاصه مرحبا والف مرحبا ودابا السي العالمي عاوتاني يلا نمشيو عاوتاني لموديل واحد اخر ما غنسالوش من الموديلات هاد النهار هذا الكافيار هذا ديال لونجلوتير ديما في السلعة الاوريجينال باش السلعة ديال الكيلو يعني السلعة الاوريجينال خاصة بأتواب رميسة يعني كوموند ديال أتواب رميسة لا ماتير مناش مصوب خيط وصوب في لانيلو لا بوليستر هاهو قلدو رميسة في كل شيء وحتى في الجودة هاهو سير السي العالمي دابا هاد اللوينات ديالو العالمي بحال هادو خياطه كتعزلي هاد العظيمات هادو من هاد الكافيار هاد النقيطات هادو هما باش كتخيطي باش تخرجي جلاب اكثر كذلك راه شو لا طومبي انا راه كنسرح لكم توب وهادو هما اللوينات ديالو يعني راه نفس لا طومبي نفس التوب نفس لا ماتير الحاجه الوحيده مبدلين هما اللوينات مختلفين يعني ما عندكمش علاش تبرزتكم راسكم هذاك الكوبو اللي سرحتو في الاولاني كينطابق لا طومبي ديالو والشكل ديالو على هاد البياسات كاملين الارقام ها نتوما كتشوفوا سكريني والرقم اللي بغيتو صيفطوه البنات لا ليفريزون في كازا راه ب 20 درهم خارج كازا راه ب 50 درهم هذا ب 100 درهم ها هو في لوينات لول ان سيك فلول خاص عند اتواب رميسا او اتواب رميسا ديما الحمد لله هي السباقه كاع الحريفيه كيتسناو اتواب رميسا شنو من فيديو غادي تلوح باش كيقربوا التصويره وكيقربوا التويبات مقتربين ويصوروا بقل الثمن مشيو يجريو درميله سلعه الكيلو اما اتواب رميسا كتجيب لكم شي حوايج هما اللي مسيرين يعني راه باينه راه كوموند ديالنا اوردر والتويب راه نادر وخاص عند اتواب رميسا غير هو الكافيار فيه وفيه يعني حتى الكافيار عندنا حنا راه 150 درهم 120 درهم 40 درهم للمتر ولكن حنا الكليان ديال لاشين يوتيوب كان هما ما خلاوناش نمشيو في داك الطريق يعني الطلبات ديال الكليان قال لك ما بقاش ديروا لنا السلعه رخيصه بزاف يعني خليكم في المليح وحنا راه مستمرين معكم في المليح ودابا السي العالمي عاوتاني يلا معايا الموديل واحد اخر الملكه وما يخفش عليكم واحد الامر الملكه راه كاينه 150 درهم عندنا ولكن هذه هي الملكه الاولانيه ديال 350 درهم يعني غارانتي اما بالنسبه للملكات واحد اخرين راه كاين 150 200 درهم ولا واحد شحال كيبيع 250 كيبيع 200 درهم ولكن باش هي هذه هاد الملكه هذه الاوريجينال ديال اتواب رميسا غنسرح لك شي كوبوسي العالمي باش تشوف
تصاور اختي في الفيديو قدر يبانوا لك فحال فحال وتقولي رميساء علاش ديري لها 350 درهم شكيتي اختي حنا كنخليو الكليان يمشي يشري من بلاصه اخرى يتقاولو كيرجع عندنا ولا نقاولبو حنايا يعني بزاف ديال الناس في السوق كيصيفطوا لنا الكليان كيشريو من عندهم كيغشوهم وفي الاخر اخر المطاف كيجيو عندنا حنا نصبروا حتى تجي عندنا على خاطر ما كاينش مشكل حتى تجربي جربي وخسري عليها 500 800 درهم ديال الخياطه 1500 درهم ديال الخياطه عاد اجي عند رميساء خليها يلا اخرى مرحبا تفضل معايا سي عالمي بالنسبه راه درت لكم النوامر باش نسهل عليكم رقم واحد رقم جوج رقم ثلاثة ما بقاش الرقم لكم دابا فمي ندوي معكم شوية المهم راه الأرقام فوق الكاشمير هاد الكاشميرة هادي راه غير قطيب خفيف كتجي جبلية حيت التوب ديالها طايح بحال الكراب تجي مخزانية تجي قصيرة بلي بوط يعني على حسب الذوق ديالك في الخياطة وهادي راه سامبل يعني رسمي فيها أحل منتياش من موديل بغيتي وغادي تطبقي فيها على أرض الواقع حاجة واحدة أخرى بالنسبة للضمانة أعتبر ميساء راه ما يخفاش عليكم نعطيك 4 سنين 5 سنين 20 عام 30 عام تحبت لك جلابة باه تا تختي وجي خودي فلوسك ديال التوب وخياطة يعني هاد الكشميرة هادي الملكة تقال عليها القيل والقال بزاف باش نوضحوا لكم حنا واحد المسألة هادي إيه راه كاين الكوبي ديالها موجود في السوق راه غير 150 درهم وهذا راه حنا راه درنا لكم واحد الفيديو كاين تما قديم منين كنا يلاه درناها ب 350 درهم راه قلنا لكم راه عندنا ب 150 درهم هذيك اللي كتباع 200 درهم وكتباع ب 250 درهم راها غير ب 150 درهم عند اتوب رميسا اما هذه الاوريجينال راه 350 درهم بغيتو تاخذوا هذيك ديال 200 درهم ولا 250 درهم اللي كتباع ماشي مشكل خذي يا اختي باش تقطع لك وتشرك في الاخر المطاف ترجع عند اتوب رميسا اما انا اختي ما نخسرش مع الكليان ديالي ديما كنحافظ عليه بالنسبه لينا كليان راه بحال الذهب كنقشل عليه انا ما عنديش مشكل يعني الكليان ديالي هما الغشوش باش تبقى مستمره معنا والحمد لله يوميا كيوصلنا كليان من جهات اخرين جربوا وشافوا بعينهم مزيان تجربوا الكليان كيشدوا شويه ديال الفضول ولكن حنايا ديما غتلقاو لنا في الطريق المستقيم هادو هما اللوينات ديالها اللي بقاو فيها كانوا فيها 22 لون سالت قادت بقاو فيها غير هاد اللوينات هادي ولا بغيتوا هذيك ديال 150 درهم راه فيها كاع اللوينات عندنا راه فيها 35 لون هادو عندنا حنايا 150 درهم ولكن راه ما كاين الغارانتي حطوا الشانطي فيها هذه الغارانتي ديال 20 عام